قال لزوجته انت حرام علي، ولكن بعض العلماء بعض الناس قالوا له ما تبقى حرام عليك الا اذا كنت قلت لها انت طالق، فهل الفرق بين حرام علي وانت طالق؟ لا لا، الطلاق شيء والتحريم شيء. ايوه، اذا قال انت حرام علي عليك كفار. ايوه، ولا تكون مطلقه هي زوجتك باقيه زوجتك. ايوه، فاذا قال انت علي حرام او مثل امي، انت عليك ظهر امي او مثل اختي او مثل بنتي، يقصد تحريمها عليه، صار عليه الكفاره وهي عيد رغبه مؤمنه. فان لم يجد صام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعم 60 مسكينه 30 صاع كل واحد، الا نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد من قوت البلد من تمر او رز او حنطه قبل ان يمسها قبل ان يتصل بها. هذا حكمه. اما اذا قال انت طالق هذه طلقه واحده كما قبلها شيء، طلقه واحده فراجعها وهي زوجته، ولا عليك كفاره ولا عليك شيء. هو بس هو قال لي انت حرام علي فقط، ما علم على حرام علي حكم الظهار الظهار كما لو قال انت عليك الله لامك. ايوه نعم.